الكتاب الثاني العربي اللي أنا اخترته إني بقرأ في المستقبل القريب هو كتاب لا تخبر أحدا تأليف صفا عرادة. أوكي يلا بقرأ. اوكي خلينا نروح نكمل المسلسل احسن. هلا والله معاكم ضحى الحداد واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اتمنى انكم استمتعتوا في فيديو الاسبوع اللي طاف. اللي للحين ما شاف الفيديو راح احط اللينك بالدسكربشن بوكس بلو مثل ما اسوي كل فيديو. اوكي وني على موضوع فيديونا اليوم. انا وايد متردده اسوي الفيديو صراحه. انا اقول لكم انا خايفه اسوي الفيديو. زين وايد فكرت فيها قبل لا اسوي. فكرت اني ما اسوي الفيديو اصلا بس بعدين بالنهايه فكرت بيني وبين نفسي ليش ما ابي اسوي. يعني هذا رايي واللي يبي يتقبل لازم يتقبل واللي ما يبي يتقبل لا يتقبل. بس المهم يعني انا لازم اسوي الفيديو دام اني انا قريت الكتاب لازم ابدي رايي فيه. واللي للحين ما لقط شنو الكتاب اللي انا قاعد اتكلم عنه اللي هو كتاب لا تخبر احدا تاليف صفاء علي العراده. اخ الله يعيني على اديت الفيديو. انا قررت اقرا الكتاب عقب ما شفت الكونتروفيرسي القوي اللي صار عليه انه في ناس تحبه حيل وفي ناس تكرهه حيل. فانا قلت يعني ابي انا اكون رايي الخاص بشان هالكتاب خاصه انه يعني انا ساعات اطالع شغلات يعني يمكن يغفلون عنها بعض القراء. يعني شلون اسلوب الكتابه مثلا او انه حدث ان انا ممكن يعجبني غيري ما يعجبه وكذي. فانا كنت متامله يعني something like that will happen بهالكتاب وكذي. فانا اقول لكم يعني يوم انا بديت اقرا الكتاب ما كان عندي توقعات عاليه لاني انا كنت ادري اوريدي شنو قصه الكتاب وكذي. بس كنت متامله ان في شيء راح يعني يشدني للكتاب. بس طبعا للاسف خابت كل توقعاتي والكتاب يعني كان اسوء مما انا توقعت. بس anyhow انا ما راح اتكلم الحين عن مشاعري. خلي الحين نبدي بريفيو الكتاب. فكره الكتاب تتكلم عن بنيه اسمها ياسمين. هي عمرها يمكن 16 17 سنه يعني بهالحدود. يعني هي تعيش في عائلتها امها وابوها واختها وهي امها لسبب ما تكرهها وكلها تسيء معاملتها وكلها مسخرتها ومخليتها يعني بيسكلي سندريلا البيت. فمن خلال الكتاب احنا راح نتابع رحلة ياسمين شنو اللي راح يصير عليها لما تتعامل بهالطريقة وتصير فيها عقد نفسية وتفقد يعني ناس غالين عليها بسبب عقدها النفسية وكذي. وشنو هالشيء راح يأثر عليها يعني لما تكبر ولما تتزوج وشنو راح يصير عليها بعد كل هذا. اوكي وني الحين على التريكي بارت من الريفيو اللي هو رأيي وتقييمي للكتاب. الكتاب هو من قسم الى 6 أجزاء literally. يعني هني مكتوبة الجزء الأول بعدين بعد كم صفحة شي يطلع لكم الجزء الثاني والجزء الثالث اكسترا اكسترا. بالنسبة لي أنا خل أقول لكم شنو بالنسبة لي كانت القصة. الجزء الأول من الكتاب ياسمين حزينة. الجزء الثاني من الكتاب ياسمين بالمستشفى. الجزء الثالث من الكتاب ياسمين حزينة. الجزء الرابع من الكتاب ياسمين بالمستشفى. الجزء الخامس من الكتاب ياسمين حزينة. والجزء السادس من الكتاب ياسمين بالمستشفى. وفي جزئية أخيرة اللي هي آخر 3 صفحات من الكتاب إن كل القصة اللي انتو قريتوها كانت غلط وآخر 3 صفحات هي القصة الصجية. بالنسبة لي لو أنا شايفة أحد اختصر لي القصة بهالطريقة كان أنا ما قريت الكتاب ووفرت على نفسي وقت وايد خلال قراءتي الكتاب. كان تابعت مسلسلات أنا أحبها. كان رحت قريت كتب ثانية كنت راح أستمتع فيها أكثر. يعني باختصار الكتاب كان بالنسبة لي مجرد مضيعة وقت ما شفت فيه أي redeeming quality للأسف. يعني حاولت أني أرجع أن أسلوب الكتابة يلا نو. حاولت أن الأحداث هني حدث يشد نو. ما كان في اي redeeming quality اللي حسسني اني انا ابي اعرف شنو بيصير. السبب الوحيد اللي انا خلاني اكمل الكتاب اني انا راح اقدم هالفيديو قدام. انا راح احاول اني انا ما انتقد بشراسة وما ابي ادش بالعميق وكذي لان ادري في ناس they get offended وهالسوالف. انا يعني لو بنتقد بشراسة عندي وايد حكي بقوله انزين. بس انا يعني حفاظا على ان مشاعر الناس وكذي. بس انا راح اقول ان الكتاب جدا جدا ما عجبني حيل ما عجبني انزين. ويمكن من اسوأ الكتب اللي انا قريتها للاسف. ويعني انا بالنسبة لي امثال هالكتاب
هو الشيء اللي انا خلاني ابتعد عن الكتب العربيه والجا للكتب الانجليزيه. يعني انا ما تصورت اني انا ممكن اقرا كتاب راح يثير فيني اعصاب هالكثر. يعني انا كنت متنرفزه حيل وانا قاعد اقرا الكتاب انه ما له داعي، ما له داعي كتاب هالطول وما في شيء قاعد يصير. زين ماكو حتى تواصل احداث منطقي، يعني كان الكتاب باختصار مشكله ورا مشكله ورا مشكله ورا مشكله ورا بس خلاص، يعني ماكو حل. زين خلاص، وكل مره اوه صار لها كذي هذا تصير مشكله اكبر. زين وكل مره تتمسخر زياده وماكو شخص زين في حياة ياسمين. يعني او ماي جاد، معقولة ان آدمية اللي حوالينها كلهم كذي ناس وسخة؟ مو معقولة يعني. وبعدين في ظاهرة انا وايد بتشدي في بعض الكتب العربية ومنها هالكتاب هذا، ان دائما يصورون ان الرجال مخلوق، يعني ماش اقول لكم شيء شرير، شيء مصنوع من شر. ليش ليش يعني مو كل الرجال كذي؟ ليش ان دائما يزرعون بعقلنا ان اوه شوفوا الرجال هذا شيء نخاف منه وبسم الله واخروا عنه وكذي؟ ما له داعي كل هذا. يعني اوكي انا ما اقول لكم كل الرجال زينين، بس مو كلهم مو زينين. يعني كل شيء في منه زين وفي منه شين، حتى الحريم في منهم الزينين وفي منهم الشينين. يعني انا وايد اتنرفز لما احس ان وايد جنريك، يعني ان لازم تكرون هالشخصيه واذا ما كرهتوها يطلع فيكم شيء. زين عطني عمق للشخصيه، ان انا ممكن احب فيها شغلات واكره فيها شغلات، ما له داعي انك تخليه بيور ايفل، ماكو احد كذي. وطبعا ناهيكم عن اهي ومغامراتها بالمستشفى اللي ما تخلص، يعني شيء ما ادري شلون، شيء حيل مقزز وما انزين. وبعدين يعني اوكي يعني انا اتفهم ان هي مثلا بالمستشفى لقوا لها حل الحمد لله، لا 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 هو يحطونها بالمستشفى تسوء حالتها ليترلي. زين ليش مودينها المستشفى؟ خلاص خلوها في البيت. والحركه اللي صج بطت شبدي ان اوكي احنا ماشيين على حدث ان اوكي اوكي خوش شيء خوش شيء خوش شيء، فجاه لا طلع بالحدث اللي انت ظنيتوه مو نفس اللي انت تظنونه، لا طلع شيء ثاني. لا والله لا والله. المفروض صراحه يتغير اسم الكتاب ويصير اسمه متى تموتين يا ياسمين، لانه هو صج انتوا طول الوقت قاعدين تنطرون متى تموت البطله، لانه يمكن هو راح يصير الحدث المهم والاكسايتنج بالكتاب انه اوف ماتت البطله اخيرا. زين توفر عليكم تقريبا ثلاثة أرباع الكتاب، لأنه هو بالربع الأول من الكتاب نتوهم إنها ماتت بس بعدين تطلع حية للأسف، وتضطرون إنكم تتابعون معاناتها من أول وجديد وشلون إن القدر قاعد يمسخرها أكثر وأكثر. اللي خاطره يبي يقرأ الكتاب ومستذبح خلاص إنه لا عافية أبي أقرأ الكتاب، أنا نصيحتي اقروا آخر ثلاث صفحات من الكتاب، آخر ثلاث صفحات من الكتاب بس اللي هو القصة كلها، راح يختصرون لكم القصة كلها، راح تعرفون شنو صار وشنو أوكي أوكي كذي. يعني أنتوا عندكم خيارين، يا أنكم تقرون اخر ثلاث صفحات ولا تقرون القصه كلها. اذا قريتوهم اثنينهم القصه يعني ما راح تصير منطقيه بالنسبه لكم. يعني باختصار الكتاب ما ياب لي اي ريديمين كواليتي تذكر، لا اسلوب الكتاب شدني لا الاحداث شدتني، ياب لي حاله اكتئاب، ضيع لي وقتي، كنت اقدر اسوي اشياء وايد احسن بس انا يعني زياده مقثه على نفسي وانا قاعده واقرا وكذي وماكو شيء شادني، والشخصيات يعني كانوا مو منطقيين والاحداث يعني ما كانت منطقيه، ما كان في اي ريديمين كواليتي. اوكي وني الحين على التريكيست بارت من الريفيو اللي هو تقييم الكتاب. انا وايد فكرت يعني شلون بقيم الكتاب وكم اعطيه وهذا. انا اوريجينالي كنت راح اعطيه 0 من 5 اكيد، بس المشكله شنو؟ يعني انا خفت اعطيه 0 من 5 that means انه هو بنفس مستوى 11-11، وصراحة يعني انا ما بغيت اظلم 11-11، لا حرام يعني 11-11 وايد احلى منه. فانا قررت اني اعتمد نظام جديد من التقييم اللي هو نظام السالب. نظام السالب معناته ان الكتاب ما فادني بشيء، بالعكس ياب لي مقثة وحسيت انه لو مو قاري الكتاب حياتي كانت وايد راح تصير احسن. فبالنهاية اعطيت كتاب لا تخبر احدا سالب 1.5 من 5. وعشان لا تطلعون من الفيديو بنوت سلبي هالكثر، ادري تقييمي كان شوية ديبريسنج، فانا حبيت اشارككم شغلة حلوة اللي هو البوك هول مالي. شريت الكتب قبل فترة كتب عربية، حبيت اني اشارككم فيهم. قولوا لي اذا في واحد من الكتب اللي انا شريتهم قريتوه وش رايكم فيه وكذي. الكتاب الاول اللي بشارككم فيه اللي هو عناق عند جسر بروكلين، تأليف عز الدين شكري فشير فشير فشير. الكتاب الثاني اللي بشارككم فيه اللي هو يا مريم، تأليف سنان أنطون. الكتاب الثالث اللي بشارككم فيه اللي هو مرايا بلا انعكاس، تأليف مريم رشيد الولايتي. الكتاب الرابع اللي بشارككم فيه اللي هو الأفق، تأليف باتريك موديانو.
شفيني ما أعرف أقول أسامي. الكتاب الخامس اللي بشارككم فيه اللي هو بساتين عربستان تأليف أسامة المسلم أو المسلم. الكتاب السادس اللي بشارككم فيه اللي هو يوم غائم في البر الغربي رواية محمد المنسي قنديل. والكتاب السابع والأخير اللي هي رواية ما بعد الظلام تأليف هاروكي موراكامي. هذيل الكتب إن شاء الله يعني راح أقراهم المستقبل القريب إن شاء الله، يعني ما أدري متى. أكثر واحد أنا متحمسة له واللي الكل قاعد ينصحني فيه اللي هو بساتين عربستان، وايد قاعدين يمدحونه. الكتاب الثاني اللي أنا متحمسة له وينه اللي هو هذا مرايا بلا انعكاس، وهذا مرايا هذا مرايا بلا انعكاس ناصحني فيه أخوي تيتانيوم، ما أدري شنو اسمك بس اسمه تيتانيوم بالسناب شات. والكتب الثلاثة هذيلا أنا شفتهم وايد شدتني فكرتهم في قناة أخوي حسين من البحرين اللي هي قناته مع كتاب، راح أحط لينك قناته بالدسكربشن بوكس بلو إن شاء الله تشوفون فيديوهاته. فيديوهاته وايد ممتعة، هو جديد توه يعني بس أنا وايد أستمتع بفيديوهاته وأنا دائما أول واحدة أعلق على فيديوهاته وكذي. أتمنى أنكم تدعمونه وتشاركون في قناته لأنه هو ما شاء الله يعني ريفيواته وايد حلوة واختياراته للكتب وايد متميزة. وفي قناة أخوي علي من البحرين اللي هو أخو الأخ حسين من البحرين اللي هي قناته أصدقاء القراءة، راح أحط لينك قناته بالدسكريبشن بوكس بلو. هم هو ما شاء الله عليه اختياراته متميزة وهو من المتابعين لي ودائما يعلق وكذي، وهو ما شاء الله أخو حسين يعني أنا وايد مستأنس عليهم فخورة فيهم وهذا. فأتمنى أنكم تدعمونهم وتشاركون في قناتهم، راح أحط لينك قنواتهم بالدسكريبشن بوكس بلو. فيا هذا كان فيديو اليوم إن شاء الله استمتعتوا فيه، لا تنسون تسوون سبسكرايب ولايك إذا عجبكم الفيديو عجبتكم القناة، لا تنسون تسوون لي فولو بالسوشيال ميديا اللي أنا دائما احطهم بالدسكريبشن بوكس بلو. فيا هذا كان وقتي، كانت معاكم ضحى الحداد، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.